وكم حيث عم تتقود الجول، لكن براعة رينجا حالت دونها، وده يوسف ثنيان اليمين بيحاول يجتاز، مراوغ جيد يوسف ثنيان، مراوغ جيد، ارفعها عرضية وفي المرمى، في المرمى هدف، في المرمى هدف، ماجد الجم ماجد عبد الله اللاعب المتخصص بالضربات الرأسية، اللاعب ذو الرأس الذهبية يسجل من كرة يوسف الثنيان الذهبية هدف رائع. نعم كرة يوسف الثنيان الذهبية استثمرها ماجد برأسه أيضا الذهبية هي الأخرى وحطها في حلق المرمى، بعد 10 دقائق سجل المنتخب السعودي هدفه الثالث وأصبحت النتيجة 3-1 بعد أن ضاعت فرصتين من محسن الجمعان من محمد السويد، وأصبحت النتيجة الآن 3 المنتخب السعودي 1 المنتخب الماليزي، وماجد عبد الله سجل هدفه الثاني من لعبة ذهبية حلوة.